صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. معي انا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. بعدنا بقراءات لمشروع موازنه 2024. يعني طبعا هلا لجنه المال النيابيه علقت بعض المواد فيها، هنالك بعض الملاحظات يعني حولتها للهيئه العامه لمجلس النواب. مستبعد انه تصدر عن مجلس النواب بسبب تغيب الكتل النيابيه، ونحن كلنا بنعرف انه معضله عدم اعتبارهم، انه اليوم بيعتبروا مجلس النواب هو فقط هيئه ناخبه، بالتالي ما عنده صلاحيات الترشيح حتى الضروريه منها. بالتالي هنالك كلام اليوم بالتوجه لاصداره بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ولكن تحمل هذه الموازنه سله من الضرائب. يعني اذا بدي اقول بطال المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، يعني وكأنه اليوم بس عنا موازنة لحتى نجيب مصاري، وهيدي المصاري لحتى نغطي النفقات يلي متوقعة تكون على عاتق الحكومة. للهيئات الاقتصادية قراءة لهذه الموازنة، هنالك بعض التعليقات على السلة الضريبية اللي تفرض عليها. وبهذا الإطار بدي استقبل عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبير الاقتصادي أيضا الأستاذ عدنان رمال. صباح الخير. صباح الخير. يعني نحن شفنا انه كان لكم تحركات عده متعلقه بموضوع الموازنه اليوم استاذ عدنان. اليوم بدي اسالك بشقين، كخبير اقتصادي وكايضا يعني كتجار وهيئات اقتصاديه، شو رايك بمشروع موازنه 2024؟ يعني للاسف نحن اول شيء تعليقا على الكلام اللي تفضلتي فيه، من المهم جدا انه الموازنه تمرق بمجلس النواب، لانه مجلس النواب هو يعني الفلتر اللي ممكن يحسنها ويعالج كل المشاكل اللي فيها، لانها هي مع الاسف موازنه ضريبيه بامتياز بوقت الاقتصاد منكمش في حاله تراجع كثير كبيره، في وقت القدرة الشرائية للمواطن اللبناني مضروبة، وما صار في تحسين خلال الموازنة لرواتب القطاع العام اللي هن كمان يعني بحد أدنى من الرواتب اللي هن ما بتقدر تكفيهم لمعيشة كريمة. ونحن إذا بقيت الرواتب على هذا الحال نحن رايحين على أزمات يمكن مثل إضرابات وإلى آخره. يعني اليوم ما في رؤية اقتصادية بهذه الموازنة. عادة الموازنات بتكون هي ناتجة عن رؤية اقتصادية واجتماعية للحكومة وبتم تنفيذها على الأساس. موازنتنا للأسف المشروع القانون اللي بعده ما صارت هي يعني فعليا بالحيز، هي موازنة حسابية. يعني أنا عم نشوف قد ايه عندنا مصاريف، بناء على هاي المصاريف عم نجي نعمل يعني انكم او واردات، وبنفس الوقت هذه الواردات يعني مشكوك بتحصيلها كما هي، وللاسف انه فيها ثغرات كثيره، فيها ضرائب بمفاعيل رجعيه، فيها كثير امور مفروض كانت تتعالج بغير طريقه، مش بهذه الطريقه ولا بهالشكل ابدا. موازنه اكيد نحن ضدها، بندعي مجلس النواب وكل الكتل النيابيه لتنزل فعليا تصوت، لانه هيدي الموازنه قد تكون بدوت يعني مستقبل لبنان للسنوات القادمه من خلال الضرائب وخلال الرسوم، هي حتكون من هذه الموازنه. فلذلك مفروض مجلس النواب يحط ايده عليها وما يخليها تروح للحكومه تصدر المرسوم باخر شهر 1 2024. استاذ عدنان، السؤال اليوم يعني هلا يبدو التوجه انه تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، طبعا سيتم الطعن فيها والى ما هنالك. برايك انت، يعني طبعا نحن نعرف انه كمان بالسياسه عندك العلاقات السياسيه، في توجه انه تصدر بمرسوم، يعني حسم الامر ولا بعد؟ يعني اذا مجلس النواب اليوم لجنه المال والموازنه، وكان عندنا اجتماع مؤخرا مع رئيس اللجنه النائب ابراهيم كنعان، وكان ايجابي جدا وعم بيعالج كثير من الثغرات والمشاكل الموجوده بالموازنه، وفي بنود عم يلغيها، في مواد عم بيعلقها، يعني دور المجلس النوابي دور ايجابي جدا. فلذلك نحن اليوم نتامل ونتمنى من كل النواب انه ينزلوا بالحد الادنى يدرسوا هالمشروع الموازنه، يعالجوا مشاكله، لانه هن مسؤولين عنه. يعني في حال لو صدرت بمرسوم، وتمنعت بعض الكتل انها تقوم تشارك وتعطي يعني تقوم بدوره بهذا الموضوع، فبرضه هن مسؤولين، لانه هيدي صلاحياتهم هن عم يتخلوا عنها للحكومه.
اليوم المؤسف واللي بخوف انه اذا مجلس النواب او الكتل النيابيه ما قامت بدوره بعض الكتل، اكيد لانه في كتل عم بتناقش وفي كتل عم بتشرع، وهو المفروض اليوم يعني استراتيجيا وللمستقبل للاجيال بلبنان ولمستقبل الاقتصاد اللبناني هذا شيء استراتيجي يمكن اكثر من اشياء ثانيه. بعض الكتل عم تقول نحن ما ننزل على اشياء تشريعيه واستراتيجية، هذا شيء استراتيجي بتعلق بمستقبل شباب لبنان بالأعمال بلبنان بالقطاع الخاص اللي حينضرب بشكل منه طبيعي. فلذلك اليوم مفروض الكل ينزلوا. في بعض الكتل محجمة عن التشريع، وأنا هون بشوف أنه من الخطأ جدا اليوم هذا يتخلى عن دوره. إذا بقي هذا الوضع ممكن تصدر بمرسوم، في حال صدرت بمرسوم نحن فعلا أمام خطر على القطاع الخاص بلبنان، لأنه عم بيحملوه الأعباء في ظل نمو قطاع خاص آخر مكتوم غير شرعي وما عم يدفع شيء. أما القطاع الخاص الشرعي اللي عم يدفع عم بيتحمل أعباء دائما وعم يزيد عليه ضرائب ورسوم لينوصل لمحل ما يعود في قدرة على الدفع. ولذلك اليوم كل ما نحن عم نعقد الأمور على القطاع الخاص الشرعي وعم زيد ضرائب ورسوم على المواطنين وعلى الاقتصاد الشرعي وعلى اللي عم يدفع، رايحين على محل انه الاقتصاد الاسود عم يكبر وعم بينافس الاقتصاد الشرعي، نوصل لمحل بيصير الاقتصاد الاسود هو اكثر من الاقتصاد الشرعي. شكرا كثير. انا استاذ عدنان رمال الخبير الاقتصادي وايضا عضو الهيئات الاقتصاديه وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال صفحه بيروت سيتي بدي اختم محل ما قال استاذ عدنان، انه اليوم نشهد خاصه بالسنوات الاربعه الاخيره نمو غير مسبوق للاقتصاد الاسود، يعني نحن عم نحكي تهرب ضريبي، ما بيدفعوا ضمان، ما بيدفعوا كل المتوجبات التي يفرضها القانون عليهم. اما الاقتصاد الرسمي والمؤسسات الاقتصاديه الرسميه هي عم تتحمل اعباء، وطبعا بطبيعه الاحوال يعني هذه الاعباء تنتقل الى كمان هي بتكون تكاليف يعني تضاف على اسعار السلع او الخدمات، يعني بالاخير بيتحملها المواطن. انا بتشكركم. بتحب تضيف شيء استاذ عدنان؟ تفضل. مع فهمنا لحق الدولة بأنها تزيد الرسوم، اليوم الرسوم على 1005 والضرائب هيدا شيء كمان خاطئ جدا، واليوم الدولة بحاجة لوردات لتنفق على المرفق العام وعلى القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي والقطاع التربوي، هذا واضح جدا ونحن بنفهمه. ولكن اليوم إذا بدنا نحسب نحن النسبة ما قبل سنة 2019 اللي كانت الضريبة تفرض على أساسها، اليوم نحن بتراجع بنسبة 70%. فاليوم أي رؤية اقتصادية لموازنة مفروض تحمل الشركات والمواطن اللبناني بنسبة 30%، لأنه الرواتب نزلت بنسبة 70% والأعمال نزلت بنسبة 70%. حجم الاقتصاد كان 55 مليار، اليوم حجم الاقتصاد أصبح بحدود 20 مليار، فما في أضرب ما في أفرض ضرائب على كأنه اقتصادي بعده 55 مليار بينما هو صار 20 مليار. يعني مفروض العملية تكون نسبية على قد حجم الاقتصاد، على قد قدرة المواطن وعلى قد قدرة الشركات أنها تدفع، وهذا الشيء بنفهمه أنه تنضاف الضرائب والرسوم من 1005 لنسبة 30% من حجمنا قبل الأزمة. شكرا كثير. انا استاذ عدنان، هلا هيدا المفروض، بس هن ما عم يعملوا المفروض للاسف. بس هيدا اذا عملنا غير هيك بنكون نحن عم نروح على تدمير القطاع الخاص، عم نروح القطاع الخاص هو الرافد الاساسي لموازنه الدوله. اليوم كل اموال الدوله شركات الدوله المملوكه منها واللي لازم تعمل منها يعني ارباح ويكون عندها مداخيل منها كلها خسرانه وكلها بتخسر، مع العلم انه هي شركات احتكاريه، وعاده الشركه الاحتكاريه يعني هي لازم تكون ارباحها اعلى من نسب الشركات العاديه. للاسف كلها شركات عم تخسر. فبالتالي اليوم الرافد الوحيد للدوله اللبنانيه هو فينا نقول القطاع الخاص. القطاع الخاص بيدخل اموال على الدوله من خلال الجمرك، من خلال التفئة، من خلال يعني الضرائب اللي بتندفع، ضريبه الدخل، ضريبه الرواتب، هذا هو اليوم يعني اذا بدنا مداخيل الدوله من هالقطاع الخاص. اذا اليوم جينا ضربنا هذا القطاع الخاص بتكون الدوله عم تضرب حالها من حيث لا تدري كمان. يعني ما بقى للأسف يعني كل مقومات المؤسسات اليوم والحكم الرشيد إلى حد ما بين الليل، غياب الحوكمة، غياب الوضوح، غياب الشفافية وغياب الرؤية. اليوم أي مؤسسة إن كانت خاصة أو عامة إذا ما في رؤية لوين منين بدنا كيف بدنا نشتغل ومن وين بدنا نبلش ولوين بدنا نوصل بتكون هذه مؤسسة فاشلة. مع الأسف كل مؤسسات الدولة أو أكتريتها، يعني في يمكن
يعني لا يتجاوز اصابع اليد الواحده، يمكن بعض المؤسسات او الشركات هي عم تدخل بعض المداخيل البسيطه للدوله، ولكن الاكثريه الباقي هي خسرانه وعم تستنزف اموال الدوله، وبالتالي عم يدفع حق المواطن اللبناني والاقتصاد اللبناني. شكرا كثير انا استاذ عدنان رمال، شكرا لك. انا كمان بدوري بتشكركم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال صفحه بيروت سيتي على المتابعه.